أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. طلابي الأعزاء، في هذا الأسبوع سيكون لنا لقاء للحديث عن عدة موضوعات، ولعل من أهم هذه الموضوعات خلال هذا الأسبوع الحديث عن التدخين، ومن ثم سيكون لنا حديث بعد ذلك عن موضوع أطفال الشوارع ما له وما عليه، وبعد ذلك سننتقل للحديث عن المخدرات وأثرها، وبعد ذلك الانتقال للحديث عن كيفية الإجابة على السؤال الرابع، وإن كان قد تحدثنا عن هذا السؤال في الفصل الأول وفي الأسابيع الماضية، ولكن كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة لابد لنا من أن نستمر بالحديث في مادة الورقة الأولى ومادة الورقة الثانية بما فيها من ترجمة وأفلام ومقالات، أفلام بالتراجيديا، أفلام بالكوميديا. لابد لنا من التركيز والسير بخطين متوازيين في المادة الورقة الأولى ومادة الورقة الثانية. طلابي، عندما نتحدث عن موضوع على سبيل المثال التدخين، المخدرات، أطفال الشوارع، موضوع الطلاق وغيره من الموضوعات التي تعطى في مادة الورقة الأولى، في أي مقالة أنت سيطلب منك الكتابة لابد من أن تتحدث عن مقدمة، عن عرض وعن خاتمة في الإجابة على المقال المطلوب منك في مثلا على سبيل المثال ظاهرة التدخين أو أطفال الشوارع. إذا ما تحدثنا على سبيل المثال بظاهرة التدخين، أنت لابد من أن تعمل على تعريف التدخين أولا في كتابتك للمقالة والمقالة، وبعد ذلك تنتقل للحديث عن أسباب التدخين، وتنتقل عن الأضرار التي يسببها التدخين، وقس على ذلك في المخدرات وغيرها، وما هي الحلول لهذه المشكلات التي حدثت في أثناء كتابتك للمقالة وفي السؤال المطروح. أيضا طلابي، للحديث عن أطفال الشوارع، وهم فئة من الأطفال الذين يتواجدون في شوارعنا وفي العالم بشكل عام، ربما يشحد منك ويطلب المال بشكل صريح، وربما يعني يبيعك شيء ليأخذ منك مقابله مالا، وشيء يكون زهيد، أو الأشياء التي يقوم ببيعها أشياء يعني ذات قيمة بسيطة جدا، وهي إذا صحت أن توضع بقوسين هي شحدة بطريقة حديثة إذا صح التعبير. أيضا طلابي، سننتقل للحديث عن كيفية حل السؤال الرابع في مادة الورقة الأولى، وكنا قد تحدثنا عنه، ولكن نذكر بأن هذا السؤال يتم حله من خلال قراءة النص، قراءة جيدة وفاعلة، وقراءة واعية، وقراءة مدركة للمعاني الموجودة، وبعد ذلك تنتقل لحل الأسئلة الموجودة على النص، وتكون الإجابات مرتبة تنازلي، كل سؤال على حدة متنازل بشكل تنازلي. عليك أن تتقيد بكتابة الجمل، اللغة الجيدة، وعليك أن تكون إجابتك واضحة، الخط الذي تقوم بالكتابة به واضح، تتمحص بقراءة النص، تضع هايلايتر على الأشياء المهمة عند قراءتك للنص. هذا طلابي سيكون مجمل الحديث لنا في هذا الأسبوع، راجيا منكم العودة لهذا الفيديو والاطلاع على ما هي الأمور المهمة فيه، كما أطلب منكم الذهاب إلى المنصة التعليمية البي سي للمدرسة، التابعة للمدرسة، للاطلاع على المواد التي تم شرح ما هو مطلوب منك خلال هذا الأسبوع. هذا طلابي مجمل الحديث، دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسابيع القادمة.